دولة الرئيس، زميلاتي، زملائي، يعني بعد كل اللي عم نسمعه وكأن كلنا متفقين، السؤال بيصير شو اللي بيمنع انه نروح باتجاه خطوات عملية تكل القطاعات يلي عم نحكي عنها انه فيها الهدر ما نقدر نطالها بقلب الموازنة، وعزة وكرامة البرلمان اللبناني اليوم بالمعنى الفعلي، انه لما بيكون في هالقد اجماع عم بينحكى عن كل القطاعات اللي فيها هدر انه يقدر فعليا يروح باتجاه انه يضمنها بالموازنه ويروح على تطبيقها. بتوصيفنا للوضع بدون ما كثير فوت فيه بالتفصيل لانه الكل وصفوه، بلبنان النمو الاقتصادي تقريبا شبه معدوم، ما بيتخطى 1%، وفي عنا عجز مهول بالمالية العامة والميزان التجاري، وفي ازدياد كتير كبير بحجم الدين بيبلغ تقريباً 87 مليار دولار مع نهاية العام 2018، حيث بلغت نسبة خدمة الدين 50% من الواردات. بيظل ظرف هالقد استثنائي عم بنعالج مشكلة من نوعين. نعم، عم بنعالج مشكلة من نوعين، مشكلة اقتصادية ومشكلة مالية. بهيك ظرف الموازنة عندها 3 أهداف. أول هدف إنه تقدر تأمن رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، تكون موازنة السنة منها هي خطوة بالألف ميل حتى نقدر نخرج من النفق. ثاني هدف، إذا ما كنا قادرين نحقق الهدف الأول بشكل كامل، هو إنه نروح على إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، بطال قطاعات تسمح لنا بإدخال المال على خزينة الدولة. والهدف الثالث إنه بالوضع الطارئ المالي اللي نحن فيه اليوم نقدر نقول بدنا ناخذ إجراءات تسمح للدولة إنها توقف على إجريها. دولة الرئيس على المستوى الرؤية الاقتصادية الاجتماعية، هيدي الموازنة من مال عم بتروح على الضرائب ومن مال تاني عم بتروح على الاقتطاع. كيف بدنا نأمن نمو للدولة وكيف بدنا نأمن نمو بالاقتصاد اللبناني إذا من مال عم بنزيد الضرائب ومن مال تاني عم نقتطع من المعاشات؟ رح يكون في طلب عم بقل، رح يزيد الانكماش، وبالتالي رح يزيد أو رح يقل المدخول على خزينة الدولة. طيب هيدي منا قادرين نأمنها، بنروح أقله على القطاعات الأساسية يلي الكل حكيوا عنها وما رح فوت فيها بالتفصيل، عن الجمارك، عن المعابر غير الشرعية. بدي أتوقف شوي صغير عند المعابر غير الشرعية، لأنه المعابر غير الشرعية مشكلتها مش بس بأنه ما بتفوت على خزينة الدولة، مشكلتها هي مشكلة الاقتصاد الزراعي ومشكلة التهريب يلي بيخرب كل لعبة الاقتصاد بالسوق اللبناني، وهيدا شيء عم بنشوفه بشكل واضح خاصة ببعلبك الهرمل، لما بنشوف أنه المزارعين عم بيوصلوا لوقت بيشتغلوا سنة كاملة بس يجوا ليبيعوا منتجاتهم الزراعية، عم بنشوفهم عم بكبوها على الطرقات بشتورة وعم تبقى بأرضهم لأنه في تهريب غير شرعي. في عدة قطاعات لما منتفق أنه الدولة قادرة تفوت منها، بنكون دولة الرئيس عم بننبش عن المال للخزينة حيث لا مال وحيث هناك مال نتغاضى عنه. العزة والكرامة للبرلمان لما منكون كلنا عم نحكي نفس الحديث، ما في شيء بيمنعنا نقدر شو ما كان الموضوع نروح بأطر عملية ونقدر هالقطاعات اللي عم نحكي إنه قادرة تدخل نفوت عليها بشكل فعلي. أفزنا عن أول هدفين للموازنة واستسهلنا الهدف الثالث. استسهلنا الهدف يلي بيخلينا لا نبني رؤية اقتصادية ويلي ما بيسمح لنا نصحح القطاعات داخل الدولة ونفوت مال الدولة على الدولة،
واستسهلنا نروح لعند ذوي الدخل المحدود ونروح لعند المتقاعدين وغيرهم وغيرهم، يلي أكيد صار في نوع من تصحيح بهالموضوع، بس أفزنا عن أول هدفين ورحنا باتجاه الهدف الثالث لاستسهال المسائل ولاستسهال الأمور. دولة الرئيس لل 2005 تقريباً كان حجم الدين العام بحدود 36 مليار دولار. من 2005 لليوم حجم الدين العام قفز من 36 مليار ل 87 مليار. حلنا نعرف خاصة اليوم بهذا الظرف الاستثنائي إنه إذا بدنا نعالج الأمور مثل ما تعالجت بشكل دائم بطيلة السنوات السابقة حوكمتنا غير مجدية وغير هادفة، لأنه لو إنا هادفة ما كنا موجودين بالأزمة اللي نحن فيها اليوم، ولو إنا هادفة ومجدية ما كانوا تراكموا هالمليارات من الدولارات لا 36 مليار لحدود 2005 ولا 87 مليار بعد 2005. وبالتالي علينا أن نذهب باتجاه إصلاح الوضع بشكل جذري، واليوم المجلس النيابي لكل اللي عم بيتساءل دوره أساسي وبيقدر يقلب المقاييس كاملة إذا سمح لحاله أنه يفوت على كل هالقطاعات يلي مش عارفين ليش ممنوع حدا يقرب عليها. شعبنا المقاوم والمناضل بيستاهل أنه يكون عنده إدارة مجدية، مشان هيك لازم نتحلى بالجرأة الكافية حتى نقدر ناخذ الخطوات المطلوبة. وأنا بكلمتي بدي أتطرق لقطاع فيها يلي هو القطاع الوظيفي بالإطار العام أو يلي هو التوظيف. دولة الرئيس دولة رعاية مثل فرنسا ما بتحمل أنه يكون عدد الموظفين بالدولة بيتخطى 10% من قيمة اليد العاملة المنتجة. دولة الرئيس بلبنان الحجم الوظيفي بيشكل 28-30% من اليد العاملة المنتجة بلبنان. هيدا عبء ما بعده عبء بيمنع الدولة إنها تقدر تتوجه بشكل فعلي نحو الاستثمار، وهيدا العبء عم بنزيده حتى برات القانون، لأنه هيدا التوظيف مؤخراً عم يغتصب القانون. والأسوأ من هيك ويلي اكتشفناه بشكل كامل مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أنه حتى شو عنا عدد موظفين، وهيدا يلي كمان شفناه بالنقاشات بلجنة المال والموازنة مشكورة، شفنا أنه بكل محل مع كل قطاع مع كل وزارة كان رئيس لجنة المال والموازنة عنده سؤال أساسي: شو عندكم موظفين؟ ما في جواب، ما في جواب. شو هالحجم بالتوظيف العام يلي ما منعرف إذا الموظفين قديه عددهم ووين عم بيشتغلوا، ويلي ما منعرف إذا قاعدين ببيوتهم أو لا. وبنرجع نقول نحن بحاجة ببعض القطاعات لمراقبين، ما بدها شيء إعادة هيكلة للوظيفة العامة بالدولة تسمح لنا مطرح ما في فائض أو مطرح ما في ناس قاعدة ببيوتها وعم تقبض معاشاتها نعرف نعمل لها تريننج أو نعمل لها دورات تأهيل حتى ننقلها من إدارة لإدارة. دولة الرئيس مسألة التوظيف حتى مؤخراً عم بيغتصب القانون بشكل أنه عم نبلش نحس هو فعلياً هيك، وكأنه هو عملية إكمال للتقليد والثقافة الماشية، عملية تقاسم ومحاصصة جبنة. وهيدا التوظيف بشكل جزء كبير من الأزمة المالية اللي عايشها لبنان، توظيف عشوائي غير قانوني، لدرجة أنه مع كل هالحجم الكبير الإدارة العامة غير منتجة مثل ما لازم تكون منتجة. دولة الرئيس تفتيش المركزي قام بإعداد اللوائح المطلوبة خاصة بعد ما صار توظيف العشوائي غير القانوني يلي انتهك القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 ويلي أدى بمنع التوظيف بالإدارات والمؤسسات العامة.
هالنمط من التوظيف استبدل الكفاءة بالمحسوبية، وبعد ما قام التفتيش المركزي بإعداد اللوائح المطلوبة أصدرت لجنة المال والموازنة التقرير بيأكد أنه تم توظيف تقريباً 5300 شخص بطريقة غير قانونية، مع العلم أنه الرقم الفعلي ممكن يكون أكبر بكثير، لأنه لليوم عم بنشوف أنه في طريقة توظيف مقنعة خاصة عبر شركات غب الطلب يلي ما بتندرج بموازنات المؤسسات العامة، وتسلم ديوان المحاسبة هيدا التقرير وأصدر بعض القرارات في صوابية يلي وصلت له لجنة المال والموازنة. ولكن خطوة الديوان التزمت الإعلان وتصدير المذكرات وما وصلت لفسخ أي عقود. لليوم العقود الوحيدة يلي فسخت هي بوزارة التنمية شؤون التنمية الإدارية، أنهت أو فسخت عقود 9 موظفين غير قانونيين تم بعد هيدا القانون. دولة الرئيس سبق وتقدمت مع زملائي نايبين جورج عايس وسيزار معلوف بإخبار تحت رقم 3971 على 2019 للنيابة العامة المالية للتحقيق بقيام مؤسسة مياه البقاع توظيف 32 مستخدم جديد على طريقة غب الطلب، مع أنه واضح أنه ما لازم يصير توظيف بعد القانون. الالتفاف على القانون منه مقتصر على مؤسسة مياه البقاع، عم بيصير بعدة مؤسسات وعم بنزيد التوظيف وعم نتحايل على القانون. دولة الرئيس إلغاء كافة عقود التوظيف المخالفة للقانون هو أقل الإيمان، هيدا إذا صدقت النيات الإصلاحية. وجوب التزام الحكومة بوقف شتى أنواع التوظيف وعدم اللجوء إلى ابتكارات جانبية، خلونا هالقدرة على الخلق والإبداع ناخدها باتجاه الإبداع في الخصخصة وفي ضبط القطاعات يلي ممكن تدخل لميزانية الدولة. البعض بيروح بتبرير مخالفته القانون باللجوء إلى التوظيف تحت ذريعة الحاجة إلى تسيير عمل مؤسسات وإدارات الدولة. الفائض الكبير الموجود ببعض الإدارات يلي منا بحاجة لإله قادرين نعمل له دورات وننقله من محل لمحل الإدارات يلي نحن بحاجة لإله. دولة الرئيس كلفة القطاع العام الضخمة على خزينة الدولة تعد من أكبر التحديات يلي لازم نعالجها. كبر الإنفاق الفعلي للرواتب والأجور وملحقاتها وتعويضات نهاية الخدمة من 2577 مليار ليرة بال2005 ل 8485 مليار ليرة بال2018، تقريباً 6000 مليار ليرة بطلعت 13 سنة. وبالرغم من محاولات أو من منح حالات التوظيف والتعاقد بلغت القيمة 9451.76 مليار، أي ما نسبته 40% من إجمالي الموازنة. دولة الرئيس كل ما تضخم حجم الدولة على مستوى المعاشات كل ما صارت عاجزة على أنه تتدخل بحيالله قطاع. وهون بدي ألفت النظر، نحن نبحث عن أمن اجتماعي ونحن نبحث عن استقرار أمني، كيف يمكن أن نؤمن هكذا استقرار بمحافظة مثل بعلبك الهرمل قايمة على الزراعة، سد العاصي مصروف أمواله لليوم منه موجود، منطقة زراعية بامتياز تمرق 3 أشهر بالصيفية ما فيها نقطة ماء للمزارع يقدر يسقي. في مشكلة هذا الإنماء المتوازن يجب أن تتم معالجته على أساس أنه جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة بالبلد ومن إمكانية أنه نحل الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية. دولة الرئيس تذكر السيرة أن الإمام علي بن أبي طالب كان يوماً في بيت مال المسلمين عندما جاء إليه طلحة والزبير يطالبانه بحصتهما في المناصب، باعتبار أنهما كانا أول من بايعاه على الخلافة
وكانت بقربه شمعة مضاءة. عندما بدأ أمير المؤمنين بالكلام أطفأ الشمعة المضاءة التي الشمعة المضاءة بقربه وأضاء شمعة أخرى. وعندما سألاه عن السبب قال إن الشمعة الأولى كانت في بيت مال المسلمين، أي أنها من المال العام، وأنا لا أقبل أن أستعمل تلك الشمعة في سبيل أمر خاص جئتما إلي به. ثم ردهما من دون أن يستجيب لطلبهما غير المحق. دولة الرئيس إذا بستنتج أنه أي هدر أو أي فساد أو عدم إمكانية على حل المشكلة يلي كلنا متفقين عليها إلى علاقة بثقافة بنيوية عم تتمارس والنظام حملها من سنوات لليوم، ما عندها أي تفرقة فعلية وحقيقية بين المال العام والمال الخاص. لأنه لما كلنا منحكي ذات الحديث وما بنقدر نوصل لنتيجة فيه، أي المشكلة في ثقافتنا وطريقتنا بمعالجة هذا الموضوع، انطلاقاً من كل ما سبق، دولة الرئيس بدعي كافة الكتل لتحط خلافاتها السياسية جانباً، ولأنه الكل عم بيحكي أنه مصادر الأموال موجودة بقطاعات محددة، قادر مجلس النواب، وأنا هون بدي أعتذر، لو الرد على الأزمة بالطريقة اللي عم بنرد فيها بيزبط، صار لنا عشرات سنين بنقول مستعجلين، لازم نقر القانون، لازم بسرعة نعمل الموازنة، في عنا أمر طارئ، في عنا مشكلة. لو هالطريقة بالحوكمة وبإدارة الأزمة كانت ممكن تكون ناجحة، ما كنا عم نحكي عن اللي عم نحكي عنه اليوم، لأنه هيدي هي الطريقة بحوكمة الأزمة من عشرات السنين لليوم. أنا بقول إذا عنا فعلاً النية إنه كلامنا يكون مطابق لأفعالنا، قادرين كل الكتل النيابية حطوا كل خلافاتهم السياسية جانباً، وأن ننتفض لإنقاذ ما تبقى، وأن نقوم بالخطوات الصعبة الجريئة، وأن نبحث عن المال حيث هو موجود ويتحاصص، ولا نبحث عنه حيث يؤدي إلى أزمة اقتصادية أكبر وإلى انكماش اقتصادي. لذلك دولة الرئيس لا لموازنة مستضعفة، نعم لموازنة جريئة.